السلام عليكم الدراري، كي دايرين؟ لاباس بخير، كلشي مزيان. نتمنى ان شاء الله الدراري تكونوا بخير وعلى خير، ويشاركم مبروكه بالصحه والسلامه، والله يدخل علينا وعليكم هذا العيد مغفره الذنوب والصحه والسلامه. بالنسبه للدراري، لهاد لا فيديو انا درته باش نحاول نقربكم شي شويه على العمل ديالي، ونعاود لكم كيفاش تدوز البيرميات ديالي. بالنسبه للدراري، العمل ديالي انا خدام شي فور وجارديني وعزاز في نفس الوقت. المهم هما كيلزمو عليك هادشي، المواصفات هادو كيعطيوك بيت على برا، خدام في فيلا مع الناس ميسرة لهم، كيعطيوك البيت ديالك المهم على برا. هادشي اللي كاين الدراري. بالنسبة للروبويات الدراري، المهم كاين الناس اللي كيعطيو الروبويات، وكاين الناس اللي كيلزمو عليك ما تاخد لا روبو لا والو. انا هنايا تحت في الخدمه هذه ما كيعطيوك لا روبويات لا والو، وكيلزم عليك تعيد معاهم وكل شيء. ونظرا الدراري الخدمه ديالنا في البلاد، وهذا ما كايناش، ما كتضطر تخدم في واحد الخدمه اللي واخا انت ما باغيهاش. هادشي اللي كاين. بالنسبه للدراري، البيرميات ديالي انا دوز الكاميو الدراري في شهر 8، كنت ديجا مشيت للبلاد ودفعت الطوسي وجيت لهنايا، وكنصيفط لهم عبر بنكا لايكول، غير كنكمل لهم الفلوس كيدفعوا لي الطوسي. وغير كيقرب الامتحان كيعلموني، كيقول لي التاريخ الفلاني وهذا، وكذاك الساعات كنعلم انا هاد الناس هادو. ما يمشي كدبه بحال هكا، عندي شي مشاكل ولا شي حاجه في البلاد، كيعطيوك الماكسيموم كيعطيوك 4 ايام ما كتفوتهاش. دونك كنمشي انا كنستغل ديك 4 ايام مع الدراري، لغت ليه كنمشي ديريكت من هنايا، كناخد كونفوكاسيون من ليكول، لغت ليه كنصبح في سيرفيس ديما كندوز الامتحان. كنتسنى عاوتاني على ما تخرج لي ديك، لغت ليه نيس النهار الثالث ولا الرابع الماكسيموم كتخرج لك ديك الكونفو، داك البيرمي ديال 60 يوم، وكنرجع ديريكت للخدمه. هذا ما كان. المهم مشيت دوز الكاميو، نجحت. داك الساعة داك النهار ياس، في نفس النهار دفعت، فتحت عاوتاني الدوسي ديال الرموك، كنظن فتحتو داك الساعة بشي 6000 ريال اللي بقات ليا ابار الفلوس ديال الترانسبور، فتحت بيها غير الدوسي عاوتاني على مر نرجع نخدم عاوتاني نتخلص، وكنصيفط لهم. صو عاوتاني دوزت شي 3 شهور ولا 4 شهور، المهم ما بقيتش عقلت الدراري بالضبط. دابا نحط لكم هنا البيرميات باش تشوفوا التاريخ، الفرق ما بين البيرمي والبيرمي، ربما نكون غلط. هادشي اللي كاين الدراري، وربي يسهل عليا، والعرق ديال الكتف ديالنا ما مشاش خلال فلوس الحلال، ربي راه كيدير فيهم البركه. سوا الدراري هادشي اللي كاين، نمشي دوز عاوتاني الرموك، نجحت. كنحفظ الدراري غير في بي دي اف، حيث هو اللي كيحطو في الامتحان. هادشي اللي كاين الدراري. ومن بعد عاوتاني دوزت البيرمي عاوتاني ديال الرموك، ونجحت فيه، وفتحت عاوتاني في نفس النهار الطوسي ديال الكار، ومؤخرا عاوتاني نجحت في الكار عاوتاني، وفتحت في نفس النهار عاوتاني الطوسي ديال الموتور. دابا راه كنتسنى غير واحد، بقات لي واحد الشهر ولا 15 يوم ان شاء الله ندوز الموتور، وكنتسنى الدراري بفارغ الصبر ان شاء الله ندوز الموتور باش نخوي هاد الخدمة هادي. بغيت نمشي ان شاء الله تشوفوني في المستقبل عاوتاني، راه خدام كاريسون في شيرموك ان شاء الله في المستقبل عاوتاني تشوفوني ان شاء الله شاد شيرموك ديالي. عندي جوج الامنيات الدراري وحق الله. الامنية الاولى هو نشد شيرموك ونخدم شي خدمة مرسمة وتكون مزيان. الامنية الثانية هو نكبر القناة ديالي، ويكون عندي لي فان ديالي اللي كيبغيوني. والله نظرا ان الدراري ما عنديش صديق، ما عندي لا صديق لا صديقة، ما منعزل شي شوية صراحة الدراري. الاكتئاب والله العظيم صعيبة شي شوية، جلس بنادم بوحديتو لسنوات، والله تصعيب ربي اللي كيعلم به. هادشي اللي كاين الدراري، وسمحوا لي الا كثرت عليكم الهضره، وكنعتذر مره اخرى، وكنشكركم مره اخرى من كل قلبي. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، الله يرحم لكم الوالدين، الله يكثر خيركم. ونخليكم مع باقي ديال المقطع، مع باقي ديال الفيديو. عفوا الدراري، راه باقي ما ولفت الهضره. صور شي اللي كاين، سمحوا لي الدراري، الله يعاونكم.
عمان من زوم الدنيت مقارس الخوا ندمي عن خوا الدنيوي وثبت دق جوقتي باس لا ودوا ودي نصوصا في مضاضي شيبنا خيوا ونوي نزقو من الزويد مقارس الخوا ندمي عن خوا الدنيوي شينا عكاسي وودي في الرزمة سنغلاس شيبنا خيار ونوي نصبو من الدوني مقاور سن الخوا ندمي عن خوا الدياوي وودي في الرزمة سنغلاس شيبنا خيار ونوي نصبو من الدوني مقارس الندخان ندمي عن قوى الدياوي